الزبده مستقره اسم منظمه جزائريه لحمايه المستهلك. بس نعرفوا انه السمنه حاليا تعد كمرض، التصنيف تاعها مرض، ما راهيش من عوامل الخطر مثل ما كانت عليه في السابق. الان السمنه راهي في تزايد والمخاطر تاعها مخاطر وخيمه. للاسف الشديد هنالك عده اسباب، اسباب مرتبطه بالنشاط البدني، اسباب مرتبطه وراثيا، اسباب ايضا متعلقه بالنمط الغذائي. للاسف الشديد نحن كجزائريين النمط الغذائي الخاص بنا هو نمط سيء، بدليل اننا نستهلك بين 40 الى 50 مليون خبزه يوميا، كذلك انه الاطباق التقليديه تاعنا هي اطباق يعني جد دسمه. زد على ذلك ما زاد الطين بله بالنسبه لحالات السمنه في الجزائر هي جائحه كوفيد، يعني وين شفنا انه وللاسف الشديد حتى النمط الاستهلاكي يعني راح الى كل ما هو تقليدي، وحتى انه كثير من المنتوجات التي زاد الطلب عليها في السوق هي منتوجات يعني متعلقه بالعجائن يعني ومشتقاتها. زد على ذلك يعني ايضا فئه الاطفال وفئه الشباب يعني من خلال غلق يعني قاعه الرياضه وكذلك عدم وجود على الاقل ذلك النشاط الرياضي المدرسي الذي ولو كان مره في الاسبوع ولكن كان يعني يقوم بدوره. الان يعني في خلال الجائحه اهملنا هذا الجانب، اهملنا هذا الجانب بطبيعه الحال لانه هنالك كان هنالك خطر محدق المتعلق بجائحه كورونا، ولكن علينا ان نستفيق وعلينا ان ننتبه لهذا الامر حتى يمكن على الاقل، على الاقل ما نقولوش اننا يكون هنالك تراجع، ولكن على الاقل حتى نوقف هذه الظاهره التي هي مضره يعني بنا وخاصه بابنائنا، وكذلك ان يكون عندنا يعني انتباه لما يتم استهلاكه خاصه ما تعلق الامر بالسكريات بالعجائن وبالدهون. حتى ان بعض المنتوجات العالميه لما تجيب المنتوج تاعها الى الجزائر تزيد فيه في السكر وتزيد فيه في الدهون الى غير ذلك. لماذا؟ لانها تعلم بان المستهلك الجزائري يميل الى مثل هذه الاذواق، وهي الاذواق التي تعود عليه يعني للاسف الشديد بالاعراض الوخيمه وتعود عليه بالامراض المزمنه كالضغط الدموي كالسكري كامراض القلب وغيرها يعني من الامراض عافانا الله واياكم.